لضمان استئناف الأنشطة المتعلقة بتدبير النفايات والمخلفات ديال الشركة، من الواجب عليكم احترام التعليمات التالية. خصصوا جوج ديال المجموعات مختلفين خاصين بكل منطقة وكل شاحنة. حاولوا تهويوا الشاحنات قبل وبعد كل استعمال. وجدوا صناديق خاصة بكل عامل على حدة. احترموا مسافة الأمان بجميع البلايص اللي كتشتغلوا فيها، داخل مقرات العمل، في الشارع، وأثناء التعامل مع الناس. باش تختصروا الوقت وما تضيعوش طاقة العمال ديالكم، كل مرة حددوا المناطق اللي غيتم تنظيفها وعقموا بوتيرة مستمرة الشاحنات من الداخل ومن برا ومعدات وأدوات العمل المشتركة.